الله غالبا يخليكم. السيد الوزير خرج من واحد المعركه هي ديال قضيه مصطفى ولد مولود ولد سيدي سلمى، وعرفتوا على انكم ضربتوا المخابرات الجزائريه في الصميم السيد الوزير، ما كتسنى شيء باللي الضربه راه جايه. ها شنو وقع؟ عارف السيد الوزير راه كتحس. ها شنو وقع السي مصطفى الذي وقع؟ شكرا، لانه يجب ان نضع الامور في سياقها. هذه المعركه كنا كنشوفوها غادا تجي، ما كناش عارفين التاريخ ديالها، ما كناش عارفين بالضبط الشكل الذي ستأخذه، ولكن كنا على يقين بأن هناك معركة، لأننا وجهنا ضربة قاسية للجزائر والبوليساريو، ضربتين قاسيتين كبيرتين جدا. الضربة الأولى مخطط الحكم الذاتي كان فشلا ذريعا للجزائر التي جعلت في قفص الاتهام لأول مرة على الساحة الدولية منذ وضعنا مقترح ديال الحكم الذاتي، وكنا ننتظر بانها هي كتسنى الوقت اللي غادي تفدي الثار. والضربه الصعبه جدا التي وجهت لها في موضوع مصطفى سلمى الذي نتمنى له نقدم له تحيه صادقه في الاماكن التي يوجد فيها بين ايدي جلاديه، وكنا نعلم بانهم يبحثون عن الكيفيه التي سيلجون اليها الى المغرب. ونقول لكم باش تكون الامور واضحه، كان معروف في الاستراتيجيه الجزائريه بما انها فشلت في الموضوع ديال المجلس الامن وموضوع ديال مخطط التسويه، بانها ستبحث عن موضوعين جديدين، اقحام موضوع حقوق الانسان واقحام الموضوع ديال الثروات البحريه. هذا داخل في نطاق اجل جعل مهام المينورسو تشمل هذه القضايا، ولو وصلت الى هذا المبتغى لكانت قد حققت ضربه صعبه للمغرب، واستطعنا ان نفشل ذلك وافشلناه باستمرار. ايها الاخوه الاعزاء، ارجوكم انظروا الى ما نحققه في هذه المعركه، في هذه المعركه حرب مفتوحة، بطبيعة الحال أن العدو سيضربنا، ولكن بطبيعة الحال أننا نضربه. وسجلنا عليه، رجاء غير نكمل، أعطوني دقيقة، سجلنا عليه إصابة صعبة جدا، وهي التي تتعلق بفشله أمام مجلس الأمن، وكان فشلا ذريعا إلى يومنا هذا ما زال يتجرعه بمرارة. انظروا إلى التصريحات ديال البوليساريو، انظروا الى التصريحات ديال الجزائر التي تسب طولا وعرضا فرنسا واسبانيا، علاش ما وقفوش شيء معاهم؟ هذا راه انتصار كبير حققناه في البرلمان الاوروبي الذي لم يسايرهم، انتصار كبير سجلناه عندما وصلنا الى ان هيومان رايتس واتش، وكلنا نعرف من هي هيومان رايتس واتش، قالت بان البوليساريو كذاب عمليا لما قالت واش باقى شي جدوى من